احنا موجودين في بازار الزهراء في اوتيل الزهراء بشارع الزهراء. الفكرة ولدت من مبادرات شخصية من أولها من المنسق الأستاذ عيسى القواسمي كعرض للمنتجات اليدوية اللي هدفها دعم المنتج الوطني وتسويق القطع الفنية اللي بيقوم على إنتاجها سيدات ورياديات وشباب مقدسيين. فهي فرصة كبيرة لقينا إنه نتعرف على مشاريع بعض ومنتجات بعض وكمان نحيي المنطقة وتكون منصة للعرض الفنون المقدسية واليدوية ويقدر الزبون يكون عنده فرصة إنه يقتنيها أو يتعرف عليها. بالنسبة لجماليات هذا المكان اللي طبعاً استضافنا وكان كحاضنة للنساء الرياضيات في أعمالهم اليدوية والمهنية والحرفية، بالإضافة لهيك شفنا إنه ممكن إنه نطلق فيه حملة ثقافية، محاضرات معينة لطلاب الجامعات أو طالبات الجامعات، فيكون زي واجهة لإطلاق كتاب معين، يعني تنشيط الحالة المقدسية بعد الساعة الخامسة في مدينة القدس في هاي الظروف اللي بتمر فيها المدينة، طبعاً للظروف اللي كلنا بنعرفها. في ظل الظروف الحالية كثير من المصالح اللي هي وقفت نقدر نقول، فهي فرصة انه ندعم المنتج الوطني في البازارات وكمان نتعرف احنا على مشاريع بعض ونكسب زباين، يعني كمان الزبون هو بيستفيد والريادي او صاحب المشروع كمان هو، هي فرصة او منصة بيع له اللي هي لا تكرر. البازار موجود بشكل مستمر إن شاء الله، راح يكون بدعمكم، راح يكون من بكل أحد وخميس من الساعة 4 إلى 9 مساء في فندق الزهراء في شارع الزهراء بجانب معهد الموسيقى إدوارد سعيد الكل بيعرفه. راح يكون في كتير مشاريع اللي هي متنوعة ثقافية بالدرجة الأولى، في مشاريع اللي هي أشغال يدوية، تطريز، إكسسوارات، في كتب ريزن، في منتجات الكريمات، صوابين، فكلها أشغال يدوية وذات قيمة بتشرفونا.